الاصابه لسه ما سخناش. زين المشاهدين خلي بالك رقم 17 براين مش حتته مش منطقته، هو ده الخوف، الخوف كله من براين وستيف. هوبا يطلع بول مولن واد لك من غير رقم نو نمبر زي نو نيم اللي بيتباع في النوك. وحلوه يا براين، وبراين هيحطها في نفسه، ممتاز يا براين والله. خلي بالك خلي بالك، يا سلام يا دكتور. ولا كريس ده اعتقد كريس والله شكلها ليله. لا ده ريتشر الحيواني. كريس كريس بادي نمبر 8. النهارده مباراه حماسيه خلي بالكم، طبعا حلوه من ويبي، طبعا الفرقه متاثره كده، الدفاع متخربه. رجع مين بقى؟ رجع ريتشارد الحلواني، ودي حاجه مطمئنه ان ريتشارد الحلواني رجع. طبعا نص الملعب كده هينقص اثنين، ابراهيم بقول لهم تايم تايم. تحس ابراهيم ده احسن من ديفيد والله، لو مسكوا الفرقه دي هيطلع بيها كاس العالم. ويبي يا سلام يا ويبي، بديها ل 28 لكن 28 ما ربطش معاه، فرق عقليات برضه. 28 ده لسه اعتقد اسمه ماي نو نيم نو نيم نو نمبر. واول شوط اول طبعا نجيب خد صوره وهيكتب على الانستجرام ده البلاي اوف عشان برضه الفاينز ماشي. كريس بادي وشوطه بعيده بعيده كتير. مشكلتنا مش في الشوط الاول، دايما بنبقى حلوين في الشوط الاول ولكن بنهبط. انه نيم انه نيم انه نيم انه نيم انه نيم انه نيم والنو نمبر من هون كروس خلاص اتقفلت عليه الحمد لله. يا سلام يا براين، خدها براين يديها المايك براون رقم 20. صوتنا عالي طبعا. 28 سكوت وينتر المشتهر غايب، عدى وهولي كروس دخل في الجيم، وشكلنا هنقول الحمد لله كتير وهنستغفر ربنا كتير النهارده يا جماعه. 28 حسبنا الله ونعم الوكيل. حلوه ايوه بقى، ده لوحده يا جدعان، ده واحد وسط خمسه واحد كله راجع، وده شغل كويس جدا من المدرب. طبعا بيلعبها اوف سايد، خطيره اوف سايد اوف سايد اوف سايد. طبعا النهارده معت حلوه جدا. كريس بادي هيضغط كريس، هي بتاعتك ادينا واحده ادينا واحده ويالو كارد يالو كارد يالو كتين. البيستري الحلواني كل النيك نيمز. حلوه حلوه يا نهار ابيض، امسكها بارتيز امسكها بارتيز. يا خلي بالك براين ونو نيم، براين خدها براين خدها براين. يا سلام يا براين الحلاوه، يا سلام يا كريس يديها لويبي. ريتشارد قلب الاسد ظهرت فلايون حلوه. مين بقى؟ اوه روتشي وحشه يا روتشي وحشه يا روتشي وحشه. فكر في ايه؟ وحلوه هيحطها في نفسه روتشي، ولكن مسكها بول وكوره مع بول. بتشوط لمين؟ بيشوط ل 28 واخدها الحماسه. حلوه يلا ستيف الدكتور الدكتور يا جماعه ستيف رقم اوه حلوه 28 فيري هارد تو. يا سلام يا ولد نايس 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 28 يديها جرونيو. الله يا اخي بتكلم عن الفيلم طلع فيه اصغر من الاصغر، هو نظر ليتل جير مشجع اصغر من مشجع الاصغر. طبعا دكتور احمد البنا بص علينا وعلى الكاميرا. الكره ناو مع هولي كروس حلوه. ويبي نمبر 4 طبعا كنا محتاجين النهارده سكوت وينتر، ولكن سكوت وينتر غايب غيابات بالجمله يا جماعه سكوت المهم طبعا ده كله هيتقص من التعليق ان شاء الله، عشان لو وصل له الكلام ده هيزعل. وأذان المغرب عاد الله علينا وعليكم بخير. احساس حلوه يا كريس يا كريس نمبر 1. طبعا الماتش ريح شويه. يا لهوي على هولي كروس يا جماعه، جايبين 7 تبديل. ده مش عامل حاجه مستر ويسل، ده قاعد ولا عامل من الحي. حلوه خلي بالك ويخرج بول مولني جميله وناسن ويليامز. يا جاري ويليامز يا جاري ويليامز. كريس بادي بيضغط، الشيخ ابره يعني كان مستني البلاي اوف يا عيني بفارغ الصبر، ولكن انت تريد والله يفعل ما يريد. طبعا كله خير، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه يا شيخنا، الله اعلم كان هيحصل لك ايه في الهيلو كروس. الدكتور ستيف نمبر 4 يديها لجاري ويليامز. هل كريس روتشي مش بيلعب في مكانه؟ حلوه رايح مايك براون رقم 20. لو خدها مايك براون لو خدها مايك براون. علي براين 18 براين ماشي ومعدي حلوه.
خلي بالك من الهجمة المرتدة بقى. خلي لمايك براون جميلة عرضية لكن براون ما خدهاش. دكتور ضربه وخد فاول وانذار. ريتشارد رجع ورا مكان ألدج. فريتشارد في النص 16 في النص فضل. في النص فضل. الأول كان بيلعبوا بخمسة في النص. وكان براين بيلعب في النص. المشكلة في حاجة ان هو دلوقتي مش لاقيين بعض. مفيش دفاع في الفيلد. مش في كل النص رجع ورا. يعني ريتشارد وبراين دول بيلعبوا ورا. طبعا نشكر غرفة الإعداد للمناقشة. كابتن محمد النحال. سميت المولود بس. انا من وجهة نظري ما تداش لبراين ولعب قدام براين مخدود. براين مخدود يا جماعة. وحشة جدا. اديها الريتشارد لكن ريتشارد حلواني فايق. 28 عدت الاعداد مكان مايك براون احسن. براون جات بنته وسالت عليه قالت له ماما عايزاك والحمد لله انه خرج. خلي بالك رقم 15 محمود نجيب بيجيب سيرتي وانا سامعه بس بعد التعليقه. خلي بالك الحمد لله محمود نجيب بيجيب سيرتي وانا سامعه. جيرمي الملتزم تكتيكيا لسه بس خد خدفوش خدفوش وجيرمي 26 26. خلي بالك خلي بالك اوبا يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه. فكرني بريبرتو كارلوس بمارسيلو بيديها بالاشول باللفت يا جماعه. دافع ب 10 لاعبين يا جماعه حلوه بس لو خدناها وجرينا بواحده من وبي يبقى حصلني. بيلعب على الاوفسايد. خلي بالك الحمد لله طبعا الماتش ده هيخلي الدنيا خربانه وده جاي دلع. رقم 8 كريس بادي هيعمل واحده من بتوعه هيعمل واحده من بتوعه وبيقول له هات يا ابني هات يا ابني ادينا الكوره. اديها له بيديها ل 22 امين الشرطه. امين الشرطه يا جماعه يديها لكريس بادي حلوه. هيغير ابراهيم النحال منفعل ولا كانه المدرب المدرب ومزوزه. حلوه حلوه ستيف ستيف وبي ياه لو راحت لوبي هيضغط وبي رقم 5 ناصر ستيف ناصر حلوه حلوه جيرمي وشوط. وحشه يا جيرمي وحشه يا جيرمي. جود تراي جود تراي جيرمي. جيرمي رقم 7 شوط واحده حلوه. وبي يديها لكريس بادي هل كريس بادي اديها بقى جيرمي يا راجل ده جيرمي كان مودر مش اوف سايد. جيرمي جابته جيرمي راح جيرمي حلوه يلا جو 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 كيب جوينج جيرمي. ادينا واحدة ادينا واحدة يا جيرمي يديها ل 28 يخرب بيتك ناصن. جميلة جميلة ستيف الحرامي 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 اه يا حرامي اه يا حرام هوبا الله 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 الله. قلت لكم هنخطفها قلت لكم هنسرقها. المعلق كان حاسس والمعلق كان حاسس يا جماعة. عامل جبهه من النار مقفل الجبهه لان يا سلام يا ستيف يا قلب بيرد على المعلق والله بيثبت بيبروفو يا تمام 1-0 للفيلدينز. قلت لكم المعلق حاسس ان احنا ان شاء الله هنكسب وطبعا ربنا ما خيبش ظني الحمد لله لغايه دلوقتي بس رب تكمل على خير. 6 رقم 5 يا سلام ستيف يا قلب والله يا ابني ستيف عامل ماتش عالمي. روح يا ابني روح يا دكتور روح يا ابني يا ابني دكتور هديها الجري هديها الجري ولا بيعدي اه يا دكتور حلوه مش مشكله يا دكتور اديها الجري ولا لا يا ولد يا ولد اه لو كنا هازمين الدوك وبرده الدوك تعادلوا معانا 2-2. خلي بالك ريتشارد قلب الاسد ريتشارد اه الحمد لله الحميده كره تخطفها تسرقها. هو ماتشات البلاي اوف كده مالهاش كبير كله العب مهما تلعب ولكن خلي بالك رقم 10 طبعا اجود المندس اللي بيشجع يديها لكريس بادي اللي مش واضح. اقول لك ليه بقى كريس بادي مش واضح لان ريتشارد الحلواني كان بيساعد كريس بادي حلو جاري ويليام روح له يا كريس ريد افتح له وحشه دلع يديها لستيف الدكتور يا ولد الدكتور يا جماعه بيعمل حلويات والله العظيم ماسك شويه قطايف وشغال ليهم يا جماعه الدكتور ده بيمسك شويه قطايف روح الدوري كمان مش عارف ان هو دوري تحت السلم السلام يا كريس السلام. المهم نرجع تاني ان
شاء الله نوصل للنهايه يا جماعه. الهولي كروس لو ازحنا الهولي كروس ان شاء الله اضمن لكم بنسبه 99% 95 96% ان نكون البطل ان شاء الله. خلي بالك خطيره دي خطيره دي ومش اوف سايد ومش اوف سايد ومش اوف سايد والحمد لله الحمد لله. رقم 7 بفكرني بعبد الله جمعه الزمالك رقم 7 حلوه الحمد لله الحمد لله والله العظيم المهاجم ده فكرني بنفسي ضيعها في سروهات يا دكتور احمد الدفاع متخربع عشان اللعيبه دي مش في مكانها مش في مكانها مش مشكلة ان شاء الله ربنا يسترها انا حاسس ان شاء الله ان ربنا يسترها مع الغلابة اللي زينا ينزل الجرافة طيب جرافة مين؟ ماما هولي كروس والله وحش والله وحش مش شايف الملعب كله وطبعا بنشكر غرفة الاعداد دكتور احمد البنا اللي بعنا وقعد مع الجاسوس لو مش هتعرف تصور مش عارف اصور روح يا جاري روح يا جاري وديها ل 28 يلا اديها لجاري جيف ات تو جاري جيف ات تو جاري جو جاري جو جاري نمبر 9 جاري 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 يديها ل 28 اوه حلوه يا جاري هديها لويبي ناس عدى جاري يديها 28 28 اخذها وعدى 28 28 اوبا يا 28 اوعى بقى خد بنت اعمل سيميليشن اوبا ما عملش سيميليشن عمل اللاب حلوه عملها كده فراودة الفيلدنز برضو اه ثابت مكانه صح صح اه كده صح طبعا كما توقعنا از اكسبكتد يا جماعة يديها اللي هو غير طبعا الشيخ ابراهيم شغال يزعق تحس ان الملعب ايش بول بقى لا بس مش طبعا. بول موليني يديها ال 22 اللي سجل الهدف يا ابني انت غايب طول حياتك جاي تجيب هدف في البلاي اوف يعني والله ربنا كرم كريس بادي بيضغط عليه نو نيم نو نمبر نو نيم يديها لويبي 26 ويبي رايح معدي يديها لريتشارد تايم تيك يور تايم ريتشارد صح كده يا ريتشارد صح ذاتس جود تيك يور تايم ما وراناش حاجه احنا فايزين جاري ويليامز وحشة يديها له نو نمر خلي بالك رقم 6 هيرفع كروسه حلوة الحمد لله الحمد لله كريس روتشي لويبي 26 ويبي ده عامل ماتش كبير برضه النهارده لبراين اللي مادي حلو في الدفاع 22 الهداف اللي جاب الجون ريتشارد طبعا الشيق ابره بيقول لهم اهدوا وبراحتكم وما وراناش حاجة يديها ريتشارد حلوة لو عدت خلي بالك نونام وهيطلع بول مولوني هيطلع بول هيطلع يا سلام يا بول يا سلام يا بول يا سلام يا بول سقف يو شوت سقف لبول يا جماعه لازم نسقف لبول لانه عمل دور الليبرو يا جماعه شريك مش سامعك والله رقم 6 خلي بالك اسطر 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 الدبل كيك ما عملش دبل كيك الحمد لله ما عملش دبل كيك الوقت كان عايز يعمل دبل كيك والجماهير صدعت ومشيت الحمد لله هتقول لنا ماي بلاز ماي بلازل بعد كده هتقول لنا ماي بلازل تحس ان الفيلدنز ده يا جماعه يعني والله الشيخ ابره يعني يا جماعه تحس ان هنا فاتح فرع الفيلدن في البيت اللي يعني الشيخ ابره المدرب ساكت وهو شغال يقول له كيب ذا بول بعلو صوته والله لو ربنا هيكرم الفيلدنز دول هيكرمهم بسبب تعب الشيخ ابره معاهم الراجل ده تعب يا يعني لبسوا كوبري حلو جدا ولكن دخل الحلواني كروس الله يخرب بيوته خدوها ريتشارد اتقدم ريتشارد لكن ريتشارد خلي بالك خلي بالك خلي بالك الحمد لله الحمد لله سجل المول سجل 17 دقيقه بس 17 منت خلي بالك الحمد لله الحمد لله سجل المول مش هيحضر ابراهيم ده اخوك ابراهيم ده يا ده اخوك اصلا ما معهوش غير الكوره في حياته ده جايب البتاع ده على حسابه والموبايل اشتراه مخصوص عشان الفيلدرز يا ابني ده مضيع فلوس عليهم حلوه نزل 28 نزل بدان كريس ريد كريس ريد حاسس النهارده ان هو مش في الفورمه برضه هولي كروس يا جماعه اللعب معاهم خطير خلي بالك خلي بالك اوه الفاول ده خطير الفاول ده خطير
في ماتش 78 الدوكا احنا مش هينفع نمشي. ليه يعني 78؟ احنا مش هنمشي. نمشي مش هنمشي. احنا ما ماشينش ورناش حاجه. ورناش غير الحاجه تفشخنا بعد يومين. مش عارف. نرجع للمباراه ربنا يستر. الكره دي لو عدت هنبقى عدينا نص الطريق. الله الله يا اخطبوط يا اخطبوط. بول موليني نايس نايس يا بول نايس يا بول. والشيخ ابرا بيسجد بيسجد. الشيخ ابرا الناحيه الثانيه بيسجد. الشيخ ابرا الهولي كروس على الرت على الرت. صوتنا عالي دبل كيك. اوبا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلي بالك خلي بالك رايح معدي. اوبا ولكن الاخطبوط يا ولد يا ولد. سقف يا شيخ بنا سقف سقف للاستر. استر يا رب استر يا رب استر يا رب. حاسس ان فيها خطر. الحمد لله. اوبا وضرب جزاء وضرب جزاء. انا حاسس والله المدرب المشوطه في اليمين عندي احساس انها هتتصد 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 هتتصد. الله الله الله. ايه يا معلق ده ايه يا معلق ده ايه يا معلق ده. عارف كل حاجه يا ابني. والله عندي احساس انها هتتصد. عندي احساس يا عندي. بدافع 10 اسف بدافع. الفيلدنز حط الاتوبيس ورا. ايه حط الاتوبيس يا جماعه حط الاتوبيس. خلي بالك ستيف اتلم اتلم. هوبا الحمد لله الحمد لله جدا. خلي بالك باك ريتشارد ريتشارد. يا سلام سكستير ريتشارد الحلواني البستر يا جماعه. هيدي الناحيه الثانيه لروتشي ريد روتشي دي ريتشارد. روح يا ريتشارد الناحيه الثانيه بقى. حلوه حلوه. مايك براون مايك براون مايك براون. يا لهوي على صوت اللي راح. مايك براون مايك براون مايك براون. وما خدش ما خدش فاول. كريس روتشي وخد فاول على الهيفل سايد بس مش مشكله. جابت تو جاري. حلوه جاري ويليامز جو نمبر 9 نمبر 9. هي دي الكوره هننفعل يا جماعه هننفعل يا جماعه. يا لهوي حلوه عدى هيشوط التوب سكر. جميله جميله يا فلديان. الله اوفسايد اوفسايد. صوتي راح 100 100 والله. خلي بالك اوبا اوبا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تيك يور تايم وعايزك تنام وتسليب وترتاح. فالتش بيسكنها هيضغط 28 28 اديها لجاري ويليامز. حلوه 28 السلم جميله خدها. والله الواد عالمي الواد عالمي 28 ده. هيديها لجاري ويليامز خدها وعمل كنترول حلو. حلوه يديها روتشي. جيرمي 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 جيرمي. اوه يا لهوي. صوتي اللي راح ده يا حكومه. اوف سايد ناثينج. ياخدها ستيف اللي هبط. استر يا رب استر يا رب استر. الحمد لله الحمد لله. وبيصفر بنهايه الشوط. ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر ربنا. الحمد لله. ثانكس جاد ثانكس جاد. اند ناو فيلدينز وين 1-0. نايس 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 فيلدين نايس.